وضعت مصالح الأمن لولاية الجزائر مخططاً خاصاً لتسهيل حركة المرور عبر شبكة الطرقات، بتجنيد كل الطاقات البشرية والمادية وأخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتوجيه المواطنين. الناس اللي يسكنوا في العاصمة أم يعرفوا الزنايك كما نقولوا بالدارجة، يعرفوا الطرقان، يعرفوا الزنايك، يقدر يصلح. حنايا باش نسهلوا للمواطنين اللي يجونا عبر مختلف الولايات، يا مجاورة يا الولايات الأخرى، عبر كامل التراب الوطني. والهدف الهدف من التحويل هذا، حنا نقولوا تحويل وتسهيل حركة المرور. الهدف منه هو أنه المواطن كي يكون في النقطة ألف أو حايب يروح للنقطة باء، حنا رانا رايحين درنا مخطط تاع مرور وين نسهلوا للمواطن هذاك يلحق للنقطة تاعو الباء عبر طريق واحد آخر، ما يروحش على الطريق اللي رانا رايحين ننديفيوها. غلق جزئي للطريق الاجتنابي الشمالي رقم 11 في الاتجاهين يمتد من ساعتين إلى 12 ساعة بدءا من أول الشهر إلى غاية الرابع من شهر جويلية، وغلق كلي يوم الخامس من نفس الشهر. ولتسهيل حركة المرور تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى اتباع إرشادات وتوجيهات رجال الأمن المتواجدين على كل نقاط ومحولي المسارات. إذا حيكون فيه غلق جزئي للطرقات تبعا لتعليمات السيد ولي ولاية الجزائر من الواحد إلى غاية السادس من جويلية 2022. ما حش نقول أنه هو غلق كلي، ولكن هو جزئي، هو يعني فيه تسهيلات مرنة من قبل رجال الشرطة، وعليه تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين لاتباع إرشادات رجال الأمن المتواجدين على طول المسار، كما تضع أرقام الخضراء 1548 و17 وكذا منصتها الرقمية تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ أو السؤال عن أي أمر. يبقى الغرض من هذا الإجراء الاستثنائي إنجاح الاحتفالات بالذكرى 60 للاستقلال الوطني.